من الأخبار السريعة جدا في النهاردة معانا، ريال مدريد وإقالة أنشيلوتي. يمكن في الساعات الأخيرة يمكن أنشيلوتي كان في مرمى نيران الانتقاد على مستوى ريال مدريد. الحقيقة أن كارلوس أنشيلوتي من أفضل المدربين على مستوى العالم، ولكن بعد الهزيمة من برشلونة 3-1 أنشيلوتي أصبح في وضع الانتقاد والانتقاد الشديد، والخوف تاني من التراجع على مستوى الدوري. وطبعا تفوق دلوقتي برشلونة بثلاث نقاط وهو في المركز الأول على حساب ريال مدريد، وبعض الانتقادات إلى أنشيلوتي اللي بيواجه طبعا مشكلة كبيرة جدا جدا على مستوى الإدارة. ولكن في اعتقادي يعني أنشيلوتي من المدربين اللي يمكن العظماء في الكرة العالمية، واعتقادي الشخص ان هو قد يعني هيستمر بشكل او باخر مع ريال مدريد، لان كمان عناصر ريال مدريد ما ظهرتش بمستوى جيد. بنتكلم على فينيسيوس، بنتكلم على كمان عودة زيدان بعد الإصابة، كريم بنزيما بعد الإصابة، كل ده بيأثر على المستوى الفني لريال مدريد. طيب الخبر الثاني اللي معانا خاص بمورينيو. طبعا مورينيو بيتحسر على ضياع صفقة مودريك ده طبعا، واتكلم جوزيه مورينيو المدير الفني لروما عن يعني عن فوز فريقه على فيورنتينا والصفقات الشتوية. الحقيقة مورينيو اتكلم ان هو بيتكلم بكل أمانة، بيقول لك انا يعني بالصيغة اللي قالها لا اتوقع وصول اي لاعب في الميركاتو الشتوي. وطبعا كان المدير بيتكلم على المدير او المدير الرياضي لفريق روما، كان المدير الرياضي صادقا ومباشرا للغاية، وقال اشياء في مقابلة لا يحب المدرب سماحها عادة، وقال ان يرغب المدربين دائما في معرفه ان لدينا الكثير من الاموال ويمكننا شراء عده لاعبين وبناء فريق رائع، هذا هو الحلم. وتواصل مورينيو وقال لقد علمت من انديه من هذا، عملت يعني اشتغلت في انديه من هذا النوع وانديه لديها اموال كثيره جدا جدا وغير محدوده، وهناك المزيد والمزيد من الانديه في الوقت الحاضر التي تناسب هذا الملف الشخصي، ولكن هذا ليس ما نحن بصدده هنا في روما. نحن نعمل ونبذل قصارى جهدنا وفقا للإمكانيات التي لدينا. كمان كمل مورينيو قال إن احنا بحاجة إلى مدافع يمكنه تمرير الكرة بشكل أفضل للخروج من خط الخلفي، وبحاجة أيضا لإيجاد حل للصفقات، وقال لا يمكننا شراء مودريك طبعا مقابل 100 مليون يورو. حضراتكم عارفين ان تشيلسي اعلن مؤخرا التعاقد مع هذا اللاعب الاوكراني مودريك قادما من صفوف شختر دونيسك، وفي صفقه اتكلفت حوالي 100 مليون يورو. كان صادق جدا مورينيو في تعامل في هذا الملف، وقال ان احنا ما عندناش هذه الاموال ان احنا نقدر ندفع هذا المبلغ، وبالتالي الميركاتو الشتوي غائب عن نادي روما الايطالي. وفي كمان تصرف في خبر اخر، في تصرف كمان كان مرفوض من ميسي ونيمار. ايه اللي حصل؟ بيقول لك كشفت بعض التقارير الصحفيه او صحفي فرنسي كشف عن تصرف غاضب من جانب ميسي ونيمار ودي سيلفا نجم باريس سان جيرمان، ده بعد خساره الفريق الباريسي بهدف دون رد امام رين الفرنسي. وفقا لشبكه طبعا بعض المعلومات انه كان في غضب كبير جدا جدا او تصرف من نيمار وميسي بعد هذه المباراه. ايه القصه؟ طبيعي جدا بعد كل مباراه بيتجه اللاعبين لوسط الملعب وكل اللعيبه بتسلم على بعض وبتسلم على الحكم، ده بروتوكول اتمنى وجوده في الدوري المصري، ان بعد اي مباراه ايا كانت النتيجه بيكون في بروتوكول اللعيبه كلها بتتجمع في وسط الملعب وبتسلم على بعض وبتسلم على الحكم مع نهايه المباراه. لكن امام رين الفرنسي الحقيقه نيمار وميسي يعني ودي سيلفا توجهوا مباشره الى غرف الملابس بعدم وجودهم في دائره وسط الملعب، وخرجوا عن البروتوكول المعتاد في الدوري الفرنسي. وبالتالي طبعا كان في شبكه او صحفي فرنسي كان قال ان هذا التصرف غير مقبول من نجمين كبار زي نيمار وميسي.